إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله السميع العليم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، موضوع هذه الخطبة عن الاستقامة والثبات على دين الله سبحانه وتعالى. الاستقامة والثبات على هذا الدين الإسلام في كل وقت، في رمضان وفي أشهر الحج، وأيضا في بقية الشهور. الاستقامة على دين الله جل وعلا بأن يلزم المسلم طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبتعد عن المحرمات وعن المعاصي، سواء كان مع المسلمين أو مع غير المسلمين، كان مع الصالحين أو مع الفاسدين. يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي على أي حال، سواء كان في حال صحة أو في حال مرض، أو كان غنيا أو فقيرا، أو كان سعيدا أو حزينا. يلزم طاعة الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن المعاصي في أي مكان، سواء كان في مكة أو المدينة أو غيرهما من ديار المسلمين، أو كان في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين. Dear brothers and sisters, the topic of today's khutbah is steadfastness upon the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, al-Islam. Every Muslim must be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and be away from prohibitions in all the time, not only in Ramadan or at Hajj, but in all other months as well. Every Muslim must be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and be away from prohibitions, whether he is with Muslims or with non-Muslims. Every Muslim must be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala and be away from his prohibitions in every situation of his life, whether he is healthy or ill, rich or poor, happy or sad. Every Muslim should be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala
and be away from prohibition in all the places, in Mecca or Medina or other Muslim countries, in Muslim land or non-Muslim land. أيها الأحبة، سبب طرق هذا الموضوع في هذه الخطبة هو ما نرى جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه، ما نرى من حال بعض المسلمين الذين يستقيمون على دين الله جل وعلا ثم ما يلبثون وتبدأ أحوالهم تتغير وتنقلب. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، خصوصا في مثل هذه البلاد وفي مثل هذا الزمان، فتن وشهوات وشبهات ومعوقات تصد المسلم عن دينه، فتن كقطع الليل المظلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله السلامة والعافية. Dear brothers, the reason of choosing this topic, steadfastness, is that we have seen some of Muslim brothers. They were practicing the religion of Islam, and suddenly they started changing and going away from the teaching of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the steadfastness upon the religion of Islam, especially in this country and in this time. The time has become, as Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has said, one wake up as a mu'min and become kafir by night, and another one sleeps as a mu'min and wake up as a kafir. He sells his religion for the sake of dunya. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. أيها الأحبة، أرأيتم لو أن رجلا بنى بيتا جميلا وأنفق كل جهده ووقته في بناء هذا البيت، حتى إذا اكتمل البيت وأصبح جميلا وسعد بذلك البيت وسعد الناس من حوله بذلك البيت، بدأ يهدم هذا البيت لبنة لبنة، ماذا ستقولون عنه؟ لا يشك أحد في أنه غير عاقل. حال هذا الرجل كحال ذلك المسلم الذي يقوم بالأعمال الصالحة، يصلي، يصوم، يحج، يعمل الأعمال الصالحة والنوافل، ثم بعد ذلك يدمر تلك الأعمال الصالحة بالوقوع في المعاصي والمحرمات، يذهب حسنات تلك الأعمال الصالحة بالوقوع في المعاصي والمحرمات والعياذ بالله. يصلي لكن إذا أصابه مرض أو أصاب أحدا من أسرته مرض، ما عنده أي مانع يذهب للسحرة والمشعوذين.